الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المتابعون الأعزاء، المشاهدون الكرام لبرنامج حوارات، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج. وعنوان هذه الحلقة أو كلامنا في هذه الحلقة عن الحرية في ميزان الشريعة الإسلامية. ويسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفا علينا الأستاذ الشيخ شهاب عوض حفظه الله وبارك فيه، لنتكلم عن هذا الموضوع الكبير والخطير الذي أثير كثيرا في هذه الأيام من قبل البعض، وللأسف أكثر الخائضين في هذا الموضوع موضوع الحريات أو المنادين بالحريات يعني خالفوا الإسلام في هذه القضية. الآن نرحب بالشيخ الأستاذ شهاب ويرحب بالمتابعين ويبدأ لنا طوالي في مفهوم الحرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدين، الأخ الأستاذ محمد حافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيي هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وإنه يوفقك فيه، لأنه برنامج بيغير بالمفاهيم الصحيحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين الحسنة. برضو ما أنسى إنه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرفع عن المنكوبين والذين أصابتهم هذه المصيبة، وربنا يرفع عنهم ويعوضهم الخير. موضوع الحلقة وهو الحرية. أول حاجة، مفهوم الحرية هو من المفاهيم الجاتنا نحن كمسلمين، وافد علينا نتيجة لظروف معينة جاتنا من الغرب وتكون هذا المفهوم في الغرب. والحرية إذا تكلمنا عنها يعني من ناحية لغتها ومفهوم البسيط، يعني بيقولوا الحرية هي الخلاص من العبودية. والبعض يقول الحرية حالة ما ليس مقيدا أو محتجزا، ده بيقولوا عليه حر. أو هو بمفهوم تاني إنه الإنسان يقدر يتخذ قرار من القرارات من غير شرط أو جبر أو مؤثر خارجي، دي بسموها الحرية. وظاهر إنه من المفهوم بتاع ده، ما ممكن لأنه الإسلام يعني يقر الفوضى اللي بيغلفوها باسم الحرية. صحيح، يبقى ده يعني المصطلح العام للحرية. الإسلام نظر لموضوع الحرية سين، وهل المسلم حر؟ ده سؤال يعني زي ما بيقولوا محوري، المسلم حر ونظرة الإسلام للحرية شنو؟ طيب، أول حاجة المصطلح ده يا أخواننا زي ما قلنا يتكون في ظروف ما حقتنا. الإسلام ينظر إلى الإنسان لا على أنه كائن مستقل، يعني ما بيعينه لك أنت ككائن مستقل، أنت كرجل أو كامرأة، أنت حولك بيئة أو حولك مجتمع، إما تكون رجل، تكون مرأة، تكون زوج، تكون بنت، تكون ولد، وهكذا انت في محيط بتاع يعني مجتمع. ولذلك المجتمع ده كله لابد يكون في منهج بيصلح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفرد الذي خلقه، جعله لحكمة عظيمة وهي العبودية. يعني كون الإنسان يكون مفكوك ساكت ده ما من غايات الدين، عشان كده ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني ربنا خلقنا ساكت، لا تؤمرون ولا تنهون كما قال المفسرون من قديم الزمن. وربنا سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فالإنسان عبد لله عز وجل، وعبودته لله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي الحرية الحقيقية. لأن الحرية الحقيقية في الإسلام هي أن يتخلص الإنسان من رق الهوى والنفس والشيطان، وده المفهوم الراقي اللي عندنا في الإسلام. أما مفهوم إنه الإنسان يكون ما عنده قيد، ما يكون ما في شيء بيصلحه،
هذا مفهوم ينافي كمال الحكمة الإلهية في خلق الإنسان. فنحن بنقول إنه في الإسلام عندنا المسلم عبد مأمور بأوامر من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نقول على ألسنة الرسل ليصلح هذا الإنسان في دينه وفي دنيا. نعم. لكن بنلقى وده كلام داير عند الناس، بنلقى إنه ونسمع إنه الإسلام الخاطب في كثير من الآيات الإنسان عموما أو المسلم بالتخير، يعني خيروا في أشياء كثيرة وجعل الحرية وجعل موضوع الحساب للدار الآخرة. الكلام ده كيف؟ إنه الإسلام جعل المسلم في الدنيا مخير. أيوة طبعا المشيئة دي ده كلام بيتعلق بالإيمان بالقدر. المشيئة دي ربنا سبحانه وتعالى جعل للإنسان مشيئة لأنه دي مناط التكليف. يعني لا يعني زي كثير من الناس بنسمع يقول لك ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فبقول لك ربنا سبحانه وتعالى ادى في الدنيا ذاك الحريه وبعدين الحساب خلى لك ليوم القيامه. الكلام ده يعني طبعا ما انا دار اديه مقدمه قبل ما ارد على شبكته دي، انه ربنا عشان يعني يحاسب الانسان، يعني ممكن الانسان يقول طيب انا ربنا سبحانه وتعالى بحاسبني ليه؟ لانه ربنا اداني المشيئه، اللي اداك المشيئه حد وداك العقل تميز به من الصح تميز به الصح من الغلط. وكون ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ايات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لست عليهم بمسيطر الى دي دليل على الجماعه بتاعنا الحريات ذاته، لانه الايه دي جات في سياق التهديد. ربنا سبحانه وتعالى قال وقول الحق من ربكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا سبيل الهدى من سبيل الضلال ورغبنا في سبيل الهدى وحذرنا من سبيل الضلال. بعد ذاك ربنا قال من باب التهديد وفي سياق التهديد قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بعدين الابتلاء، ولأن الدنيا دار بتاعت ابتلاء، فإذا ربنا سبحانه وتعالى حاسب العباد في الدنيا بيكون الابتلاء يعني مكشوف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاليوم أو اليوم قال حساب، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الدنيا دار عمل وجعل لنا الآخرة دار جزاء، لكن ما ترك البشر هملا، نزل لهم الكتاب والقرآن والقوانين والحدود اللي بتضبطهم واللي بتصلحهم في دينهم والدنيا. يعني معنى الكلام بأنه ربنا سبحانه وتعالى ما خيرنا، لكن لا يجد على سبيل التهديد التهديد لمن يعني خالف. كثير من الآيات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولست عليهم بمسيطر. بعض الآيات ما عندها علاقة بالكلام عن زي ما يمكن يجي المسألة الردة والحد على الردة إلى آخر، وبعضها بتتكلم في سياق التهديد فبقوموا بيخرجوها من وده تقريبا الكلام ده يعني أغلب العلمانين بيقولوا كلام مكرر، يعني ذاته ما عندهم شبهة جديدة عشان يجيبوا بها يعني أو يرسخوا بها المفهوم بتاعهم. بما إنك ذكرت العلمانين، العلمانين بيعانوا الحرية يعني شكلها كيف ومفهوم ليش؟ طيب العلمانية دي أول زول يتكلم عن الحرية عند العلمانيين واحد بيقول له جون لوك، وهو المؤسس بتاع المذهب الليبرالي اللي بيقوم على تقديس حرية شخصية الفرد ومصلحته فوق أي حاجة. ده المذهب بتاع جون لوك قايم على الكلام ده. بعد ذاك جاب إنه يعني إنه ما في شيء يعني بيقيد المطالب والمطامح والرغبات بتاعت الإنسان، ما في حاجة بتغيدها وما في ضابط يضبطها، وإنه الإنسان ده يعمل أي حاجة هو داير. والكلام ده أخواننا يعتبر أو يسمى بالفوضى. ده الحرية عند العلمانيين هي الفوضى، هم دارين يصلوا إلى يعني المجتمع يبقى من غير قيود، من غير دين، يبقى من غير شريعة، يبقى من غير آداب، يبقى من غير أخلاق، يبقى من غير قيم. وإلا نحن جينا لو جينا نناقش يعني العلمانيين ذاتهم في أيوة أنا ما أيوة. لا أزالك أيوة. أنت ما دام ذكرت المفهوم بتاع الحرية عند العلمانيين أيوة. المفهوم ده ذاته في خلال التطبيق، العلمانيين دول الآن عندهم دول، كلنا عارفين أن العلمانية عندها دول الآن قائمة. فهل لأنه الكلام اللي قلته الآن ده كلام يعني ما مستقيم، إنه البلد تكون شنو أو الحال بتاع الناس يكون يعني خالي من أي قيد، فهل الكلام ده مطبق ولا كلام نظرية بس؟ لا الكلام ده كلام طبعا ما مطبق. يعني أول حاجة أي فرد يدخل في دولة من الدول هو محكوم بدستورة ومحكوم بقوانينه، ده تغييد للحريات.
الآن الاتفاقيات الآن بيذكروها مثلا في دول ذاتها ما بتلتزم بها. يعني الآن أمريكا هي جات مع الدول في الأمم المتحدة سنة 1902 أو حاجة زي دي أو قدام شوية، قالوا عندنا حاجة اسمها اتفاقية السيداو. أمريكا الآن بتقول يا أخي اتفاقية السيداو دي نحن ما مغيدة ل يعني بتخش في بعض الخصوصيات، ونحن ما بنعتبرها يعني حرية للإنسان، وإنه حتى دخلوا في مسألة إنه ما من حق الإنسان يعني يستخدم الحق في الإجهاض و و و و و وإنه يعني يسقط الجنين، قالوا باسم الحق في الإجهاض، مع إنه دي حرية بالنسبة له. فالتطبيق ذا بتاع العلمانيين ذاته من الحريات تطبيق مفصل على ناس معينين. الليلة أنت بتمشي بريطانيا، بتمشي فرنسا، بيتكلم عن الحريات. الحريات عند الفرنسيين انه تعمل اي حاجه الا تبقى مسلم. تبقى مسلم انت محروم من انك تلبس الحجاب، المراه تغطي وشها، لو انت صليت في الاماكن العامه بتتعرض للاستهزاء الى اخر. فده كله يا اخواننا كلام كذب، ودارين يغشوا به والناس، ودي اصلا الشعارات اللي قامت عليها يعني العلمانيه والثوره الفرنسيه، وخدعوا بها كثير من الناس. صحيح، يعني من معنى الكلام دي انه يعني حر في اي شيء الا في تمسكك ويعني تقيدك بالدين. أيوة. ودي أيوة. دي نماذج وامثله. لكن احنا بنلاحظ انه في قيود زي ما ذكرت انت للحريات في فرنسا مثلا، في الولايات المتحده الامريكيه، في غير حتى الولايات المتحده الامريكيه لزمن قريبه كانت مثلا بتمنع الخمور او أيوة. السكر. القيود دي حتى في انا قريت حتى في حقوق الانسان في الامم المتحده انه في تقييد ليه في بعض المواد بتاعته بتقيد الحريات. التقييد ده المعايير بتاعته شو؟ الان احنا ما ذكرت انت انه عنده الحريه دي الانسان يفعل ما يشاء ويكون ما يريد زي ما بيقولوا. يلا القيود اللي بنلاقيها في الدول في التطبيق الواقعي جاء من وين؟ وطبعا الشده شيء عقدي، هم بيقولوا نحن دول علمانيه وناس محايدين تجاه الاديان، لكن القيود البضاعه دي قيود عقديه. يعني انت الليله لو مثلا الانسان المسلم مطلق لحيته، معفي لحيته، ومشى المطارات بتاعت الدول الغربيه دي بتخضع للتفتيش. في تركيا القريبه دي ممكن يقعدوك نص ساعه في المطار بس بسبب لحيتك. فهو المعيار هو الهوى، والمعيار هو العقيدة بتاعتهم، عقيدة نصرانية وعقيدة يهودية، والحقد اللي في قلوبهم تجاه الإسلام بيصوروا لك إنه نحن ناس محايدين تجاه الأديان وكذا. لكن لما تجي للتطبيق العملي بيكون كلام من باب الكذب. الآن شفنا في أمريكا المظاهرات اللي قامت فيها أخيرا، زول داري عبر عن شيء معين، هم عندهم في العلمانيين يعني من حريتهم انه زول يطبق ويسوي شيء داير. جو مسكوه عشان زول ده عشان اسود، وخنقوه لغايه ما قتلوه قدام العالم اجمع. العالم اجمع. الان ترامب امبارح او اليوم تقريبا، انا لقاني في الفيس، قال اعترف، قال احنا قتلنا مئات الالاف من الناس. ها وين الحريه؟ صحيح. الحريه وين؟ صحيح. الحريه مثلا انا اديك نموذج، هم الان مثلا بيقول لك حريه السياسه. الآن في الدساتير بتاعتهم، هل الإنسان المسلم ممكن يترشح في أمريكا؟ إنسان مسلم هل ممكن يترشح في أمريكا؟ هل الإنسان يبقى رئيس؟ أيوة يبقى رئيس، يترشح يبقى رئيس للدولة. في غيره من في الفاتيكان، هل أنا ممكن أبقى كإنسان مسلم ممكن أبقى رئيس للدولة؟ وغيره من يعني الدول. التناقضات الواضحة الظاهرة للناس. يا أخي نحن بنسأل بتاعنا الحريات دين سؤال كده فلسفي. الحرية دي هل عندها قيد ولا ما عندها قيد؟ لو قال عندها قيد ما عندها، دي ما حرية. يقول لك لا، أصلا هي الحرية لا يمكن أن يكون معها قيد. لابد تكون أنت إنسان شنو تجاه الحرية دي، يكون أنت منحاز، يعني ما منحاز وإنسان محايد. طيب سؤال، كونه أنت تقول لي لابد تكون محايد، ده قيد ولا ما قيد؟ منو خدت لي قيد الحياد ده؟ صحيح. فده كل اخواننا يعني من ناحيه فلسفيه ومن ناحيه نظريه ومن ناحيه تطبيق من ناحيه عمليه كله كلام باطل. وزي ما ان شاء الله حنجي نعرف في الهدف من 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 يعني لواكه كلام الحريات وما الحريات. صحيح. الهدف منه شنو الحقيقي؟ صحيح. أيوة.
بعدين زي ما ذكرت انت انه من ناحيه نظريه في قيود. ايوه في قيود بالزامات انه أيوة فيها قيود، ومن ناحيه تطبيقيه الدول دي كلها عندها قيود وعندها يعني نظام، اي دوله فيها نظام لابد انها تحترم النظام بتاعها. فاذا كان كده فمن باب اولى يعني من ناحيه عقليه، بس من باب اولى النظام الوضعه صحيح الله سبحانه وتعالى، من باب اولى النظام الذي يا حسي المرض الجاخر ده اسمه شنو؟ كورونا. كورونا كورونا الان في قيود في صحيح المطارات صحيح صح. زمان قالوا المضيفات دي الوحده الا تكون متبرجه وكده ومفاتينها كلها برا، الان يعني لبسوها لي بالذات عشان تتنفس مشكله كبيره صحيح. فده كل اخواننا كلام من ناحيه عمليه ما يبقى في كورونا زادوا انت عملت تغيير. ايوه عملت قيود ليه؟ اسوي شنو؟ يقول لك علشان المرض ما ينتشر، حفاظ على النفس. ودي حاجات جابها الاسلام، الحفاظ على النفس، الضروريات الخمس والمال والعرض الى اخره. وكل القيود الموجوده في الاسلام هي موافقه للفطره وموافقه للعقل وفيها صلاح الانسان. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر قاعده عجيبه، الانسان زي ما بيقولوا يقرا بها التشريعات من الحلال والحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقليلها، قال وجلب المصالح وتكميلها. يعني أي حاجة أمرت بها الشريعة إما تكون مصلحتها خالصة أو غالبة، وأي حاجة حرمت الشريعة إما تكون مفسدتها خالصة أو غالبة. زي الميسر وزي الخمر، في حاجة المفسدة بتاعتها شنو؟ خالصة، وفي حاجة المفسدة بتاعتها غالبة زي الخمر، فيها صح منافع لكن المفاسد بتاعتها شنو؟ أكبر. وأي حاجة أمرت بها الشريعة المصالح بتاعتها أكمل أو تكون شنو؟ أو تكون الأغلب. ودي يا أخوانا الإنسان إذا قرا بها يعني الأحكام والتعاليم اللي جاءت في الشريعة الإسلامية بيفهم إنه القيود دي يعني ما ممكن تجي إلا من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بحال الإنسان وهو الذي خلق الإنسان. بمناسبة القيود دي الليلة بنلقى يعني كثير أو من العلمانيين أو بعض العلمانيين يقول لك، وديك ده كلام داير يعني قد يدور في أسنة الشباب اليوم، يقول لك يا أخي في بعض القيود الإسلامية بتنافي حرية الحرية بتاعت الفرد. يقول لك مثلا يا أخي حد الردة، الحدود فيها الجلد، فيها العقوبات في الشريعة الإسلامية، ده يقول لك فيها منافر الحرية وفيها إكراه، يعني كأنه بالقوة وتنافي حرية وكرامة الفرد. فالكلام ده التعليق عليه كيف؟ طيب أنا أبدأ من آخر كلمة أنت قلتها. يقولوا إنه الحدود بتنافي كرامة الفرد مش؟ لكن الكلام ده مبتور وكلام فيه يعني زي خجلة كده، لأنه كان مفروض يقول الحدود الشرعية التي أنزلها الله تنافي كرامة الإنسان، لكن ياتو إنسان المجرم هي بتنافي كرامة ياتو إنسان اللي بيقطع يده ده ياتو، هل ده الإنسان اللي بيبني في عمارة أو اللي بيبيع في السوق أو اللي بيجيب دولار للبلد، أو ده الإنسان اللي بيكرم اليتامى؟ اللي بيقطع يده ده منه؟ ده السارق. اللي بيجلدوه إذا كان محصن ويغربوه يبعدوه، أو اللي بيرجموه إذا كان محصن ده ياتو، ده المزوج بالحلال، ده اللي بيزوج لبنات الناس، ده اللي بيضارب الناس اللي بيعتدوا على أعراض الناس، ده اللي بيشتري الشنط يزوج الأيامة، ولا ده الزول الزاني؟ فيبقى الإنسان هنا هو الإنسان المجرم. والعلمانيين أصلا بيدافعوا عن المجارمة لأنهم هم مجارم. ياسر عرمان لما كان مع الكيزان، ياسر عرمان الآن اللي بينطط ده الآن الجايبينه ده، لما كان في البرلمان بتاع الكيزان قام اعترض رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان زمان الجبهجية، كلهم خشوا مع الجبهجية المجارمة دي، قال قام اعترض على جنو، اعترض على عقوبة السرقة وعقوبة الزنا. العقوبة دي للمجرم، انت معترض مالك؟ فكونه يقول دي بتهين كرامة الإنسان، بنقول كرامة الإنسان ياتو المجرم. أما الحدود يا أخواننا هي ما بتهين كرامة الإنسان. بعدين في سؤال، أيوة، هل هم معترضين على العقوبة ولا على نوع العقوبة؟ هم النازل من إجرامهم أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى نزل دارين عرضوها، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى يقول السارق يقطعوا هم بس يسجنوا يقتلوا، بس ربنا الشيء الأمر به ربنا سبحانه وتعالى ده ما يعمله. وإن كان في بلاد الآن السارق يقتل والسارق يعني يبشع به في بلاد مننا قريبة وفي الصين وفي غيره وفي غيره. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية الحدود الشرعية أخواننا فيها حكم وفوائد عظيمة. من الحكم
في الحدود الشرعية أولا، إنه أخواننا الحدود الشرعية يعني هي موعظة للإنسان المحدود الأقام عليه والحد، وهي زاجر للإنسان الذي يرى إقامة الحد. لو في مجرم شاف الزول الكتل بيقطع له راسه بالسيف، أو الزنا بينجلد إذا كان ما محصن إلى آخر، أو السارق بيقطع له إيده، ما بيعمل كده لأنه بيرتدع نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كذلك الحدود فيها كفارة لهذا الإنسان الذي وقع في الذنوب. السارق ده أنت قلت والله يا أخ مثلا ما دار إنك تعيده، لكن الزول السارق ده يعني دارين نرميه من شاهق مثلا، هل رميك له من شاهق هل يكفر عنه ذنوبه؟ إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية أن هذا السارق إذا أقيم عليه الحد فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له ذنوبه، كما جاء في الحديث: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فأقيم عليه الحد كان كفارة له في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحدود دي بيجيب لنا الخير، زي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وغيره أنه قال: لا حد من حدود الله يقام في الأرض خير من أن يمطر 40 ليلة وفي الأرض 40 صباحا، وحديث كثيرة جدا، ففيها فوائد كثيرة هذه الحدود. وربنا قال اللي بيقطعوا له يده في السرقة بالذات وكذا في ربع دينار إلى آخر، ده في زاجر للإنسان السارق الثاني والحرام والإنسان الما محصن، دي فيها زواجر حتى فيها حكم عظيم. أيوة بيكون دار يعني دار يقع في الذنب لما يشوف يعني إنه الإنسان يعني حيبقى يده مقطوعة وهو مشوه أمام المجتمع، ومعروف إنه حد السرقة كيف وحد الزنا كيف، وهو دبك الرادع للإنسان والمجتمع يعني بيحصل فيه الأمن ويحصل فيه الأمان. فالكلام بتاع العلمانيين هو كلام لمحاربة الدين ومحاربة يعني الإسلام. كذلك برضو من المواضيع اللي بيتكلموا فيها بيشوشوا موضوع الحجاب برضو، ولك الحجاب بنافي الحريات، والزواج بتاع المرأة موضوع المرأة بشوش عنه، وزواج الموضوع الزواج وموضوع الولي بتاع المرأة، كله يقول لك بنافي الحريات ويعني تقييد للمرأة، والزمن زمن زي ما بيقولوا المرأة بقت تعمل والمرأة بقت منتجة. فبرضه هناك تعلق. طيب أول حاجة الناس اللي بيقولوا الكلام ده كلهم رجال، بعدين يا اخي المرأة كده بقت عاقله وبقت تنتج وبقت شغاله، ما تخليها الطالب هي عشان بتلقاه بيتكلم بيلعب مع الترجي بتاع النساء، يا اخي انت خليني هني طالبا. بعدين يا اخواننا في الاسلام ادى المرأة حق انها تختار زوجها وحق الزواج، وبعدين من باب الحريه المرأة دي من حقها انها تلبس الحجاب، تلبس ما تشاء. انت قلت تقلع ما تشاء ما عندها مشكله، طيب تلبس ما تشاء كيف؟ دارة تلبس بوصناي المشكلة وين؟ ما تفرض عليه، ما تفرض عليه، أي ما تغيد عليه، أنت ما قلت حرية. لا ما هي برضو ما تفرض عليه اللبس، يقول لك ما تفرض عليه. أنا ما بناقشهم، الباب الأول بتاعهم هو باب الحريات، أنت قلت حرية، الحرية دي معناها شنو؟ إنه أنا أعمل الحاجة شنو؟ المقتنع بها. نعم صح. أنت ليه الآن بتطعن فوقي لما أنا ألبس الحجاب وما بتطعن في ديك لما تنص الحجاب؟ ده سؤال للعلماني. صحيح. خلاص إنه المرأة تلبس وكذا وكذا وكذا. والآن في طوائف غير المسلمين بيلبسوا الحجاب، في يهود قاعدين في إسرائيل وغيرهم نصارى وغيرهم بيلبسوا. الآن الراهبات الآن الناس بيشوفون بيلبس اللبس أكتر يعني اللبس أكتر حشمة من بعض المسلمات للأسف الشديد. خلاص اللبس ده ليهم العلمانيين ما بيتكلموا فوق، بس بيتكلموا في الحجاب تاع المرأة المسلمة. والمرأة المسلمة الحجاب ده الأمر بها ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. الحجاب ده فوق صيانة أعراض المسلمين. العلمانيين دول ما بيشبهونا، ما بيشبهوا مجتمعنا المسلم، ناس دارين يربوا المجتمع على عدم الغير، دار يربوا المجتمع على الفواحش، الزول عاين زي ما داير للنساء، ينتهك الأعراض، يضايق النساء، وده كل أخواننا ينافي إن إحنا مجتمعنا قائم على الشهامة، قائم على الرجولة، قائم على احترام المرأة. هم قبل بيتكلموا عن إهانة المرأة وامتهان المرأة، ده ما امتهان للمرأة خلاص. وإنه يصوروا، شوف عشان تعرف إن الموضوع ما موضوع حريات، إنه بيصوروا المرأة اللابسة للحجاب دي متخلفة، ده ما قيد، ما هو قبل الحرية قالوا إنه الإنسان يفكر ويعمل من غير ضابط ولا شرط ولا عوامل خارجية. صح. كونك أنت تقول لي المرأة دي إذا لبست الحجاب هي متخلفة وإذا ملصته هي متقدمة، هل ده مؤثر خارجي ولا ما مؤثر؟ صحيح.
خلاص. فده تشويه وتشويش من هؤلاء العلماني. ربنا قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا.